على مستوى السوق السعودية، فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاسي تداولات اليوم على انخفاض بنسبة 1.71 عند مستوى 11211 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال. وجاء سهم شركة أميان تيتا العربية السعودية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.97 ليغلق عند 42 ريالا فاصل 45. لا سهم شركة الحفرة العربية بنسبة 4.29 ليغلق عند 126 ريالا فاصل 40. كما ارتفع سهم شركة المملكة القابضة بنسبة 2.43 عند 8 ريالات. بينما تصدر سهم شركة اتحاد عذيب الاتصالات قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 9.86 عند 56 ريالا فاصل 70.